إذا تحية طيبة متتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم من جديد. حنا معكم مباشرة من منطقة الدروة. إذا كيف ما كتشوفوا العائلة ديال واحد الطفلة اللي اختفات بالأمس في العمر ديالها 14 سنة، اللي اسم ديالها أسماء، يعني مولفة أن الأم ديالها هي اللي كتوصلها حتى لباب المدرسة. البارح هو اليوم الوحيد اللي كتقول ندمت كون كان كيسحب ليا بنتي غادي توصل هكا وتختفى في هذه الظروف الغامضه، كنت غادي نوصلها. يعني وصلتها ما وصلتهاش، عفوا، يعني مشات بالطابليه، مشات مع الطلاق كتقول داخله مع الجوج، ف كتفاجئ انها ما رجعاتش الى غايه هذا اليوم. كما كتشوفوا مشاهدينا الحاله ديال الام ديالها والاب ديالها، يعني انتم كتشوفوا متاثرين بالغياب ديال الابنه ديالهم، ما عارفينش اشنو وقع ليها. مرحبا بك لاله. انا كنتصور بنتي اختي اختفت هي كتبين. رفعي صوتك لالا. مع الجوج، مع الجوج داخله، مع الجوج خارجه، مع السته ما رجعتش ليا. انا كنطلب منكم ومن الله اللي الا ما عاونوني ردوا ليا بنتي. الله يرحم ليكم الوالدين، الله يرحم ليكم الوالدين. راه تخافت ليا بنتي، راه كان يقول انا اللي رانا تشويت بيه بنتي وتكويت بيه بنتي. واخا شريتها عاود لينا على صحاباتها، مع من تتمشي، مع من تترافق؟ كتمشي مع جوج صحابات، هي اللي دايره، جوج دايره جوج صحابات، هي اللي كتهضر معاهم في المدرسه وكيجيو عندها وكيقولوا لي عطينا كتوبه باش الفاضه اللي درتي خاصنا حنا نستافدوا منها، هي اللي كتراسل معاهم صافي. واخا سولتيهم عليها شنو قالوا لك؟ ملي سولتهم قال لك حنا ما شناهاش، هي ما دخلتش المدرسه. ايوا دا اختي هي اللي كتبت، عاود تسولت قال لك لا ما شناهاش، هي ما مشاتش المدرسه، مشاتش المدرسه مع جوج ونص. ايوا الناس شافوها قال لك راه مشات لابسه الطابليه وهزت كارطون مشات المدرسه، والمدرسه ما دخلتش ليها. سولت اختها كتقول انها كتقرا مزيان، من التلاميذ المميزين اللي كيجي هي الاولى في المدرسه. هي الاولى في المدرسه كتقرا مزيان، جابت نقطة مزيان، ما نقولكش عليها زعما كتحفظ مزيان، ما 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 شاء الله. ديك البنت قلت لك ما شاء الله، ما كتخرج ما كتدرش. سولتي على العائلة؟ سولت العائلة ما شافوهاش. سولت العائلة كلهم حاضرين مع اختي. كلش، العائلة ديالي هي هذه هنا والاخرين اللي بعاد ما تقدرش تخرج تمشي. ما تقدرش بنتي تهاود وتمشي وحدها إلا ما اختفت بنتي، إلا ما تهزت بنتي ما تقدرش تهاود راسك. ما تقدرش بنتي تهبد راسها بنتي، كتخاف، ما تقدر كاع تهبد راسها. وكاينه فرضيه اخرى. واخا ناخذ نعطيو الميكرو للسيد، انت نسيبهم سيدي، مرحبا. انا زوج الاخ ديال اسماء نازيه. انا كنوجه النداء ديالي للمسؤولين بصفه عامه، من اصغر رتبه الى اكبر رتبه، ان هذه الشائعه ديال الاختفاء اطفال المدرسه بصفه عامه ولات كتعلم المغاربه بصفه عامه. يعني خاصنا شي حل اللي هو جذري. ماشي حل بالكذوب ونبداو نقولوا لا حنا راه خدامين، لا حنا راه دايرين. المغرب ما داير حتى حاجه، المغرب باقى فيه جميع انواع البليه، وهذا ما زادش بانس شي حوايج اخرين ما كانوش عندنا في المغرب بانوا. في من كتشكوا السيد؟ كنشكوا في اداء النجاح الدريه. انا كنشد انا نسيبهم، كنشد بان الدريه من اطيب الدريات اللي كنعرف. يعني ما دابا لو كانت تحضر وديروا مع هذا الانترفيو نتوما غتقولوا بان السيد راه ما كيكذبش، وهاد الدريه راه من رابع المستحيلات انها تجيها الفكره انها تخرج من دارهم. انا الفرضيه الاولى اللي عندي يعني شي وحده عطاتها شي حاجه كارثه وما بقاش قدرت تواجه دارهم، اولا غرر بها شي واحد. 14 سنه مازال صغيره، مازال طفله. حنا كما كنعرفوا اختي دابا حاليا الوقت اللي كنعيشوا فيه كاينين فيه ثلاثه الحوايج كيلعبوا على اي واحد كيما يكون النوع ديالو. اولهم الكماليات، وثانيهم انسان كيطمع بشي حوايج اللي كيكون هو ربما ما واصلش ليهم، كيبغي يوصل ليهم، كيقول انا نوصل ليهم بالطريق القريبه ندوز منها باش نوصل لواحد الحاجه. هو هذا هو الديفو اللي كيديروا الدراري ديال المجتمع دابا بصفه عامه. يعني ماشي غير اسماء نازيه او لا، انا راه كندوي باسم اسماء نازيه واسم جميع الدريات اللي تختفاو من اصغر طفله الى اكبر طفله اللي كيعاقب عليها القانون.
اللي ما فيتاش السن ديالها 18 سنه. لو كان انا الدريه كانت فيها السن ديالها 18 سنه ما غنجيش ندير معكم هذا الانترفيو وما غنكونش حاضر، لان الدريه غتكون مسؤوله وواعيه على اش كدير. حنا دابا بغينا غير نعرفوا الظروف ديال الدريه كيفاش دايره، واش عندها شي مشكل مع شي طالبه دارت فيها شي حاجه. حنا بغينا المخزن يخدم خدمته، يفتح تحقيق في هذه القضيه، لان الملابسات ديال هذه القضيه راه ما تفهمهاش. الدريه من الرابع مستحيلات انها تهرب. واخا سيدي عندها تليفون اسماء؟ عندها تليفون ديال اختي لقيناه طافي. كان شاعل بعد فا. كان صونيو فيه ما كيجاوش، يعني طافي. الفيسبوك ديالها كيقولوا شي دراري اللي هما كيقراو معاه، انا راه ما ديت قريت حتى شي دري. كيقولوا دير الفيسبوك ديالها كان شاعل. ولكن انا ما شفتش. يعني حتى هذوك الدراري يقدر باغي ينصر التهمه من راسو هويا، اولا يكون ما عارفش شنو، ما فاهمش، يقدر يكذب، يقدر بصح يكون شافها وبغى ينصر التهمه من راسو ودار لينا السبه قال لك حكا راه شناها في اونلاين في فيسبوك، ما بعيداش. غير المهم اللي كنطلب انا، كنطلب الله يرحم ليكم الوالدين، المغاربه كاملين من طنجه حتى للكويره، التصويره ديال الدريه ها هي عندكم. زياده على هذا الشيء هل واخا نوريو الصوره المباشر؟ عطيني اختي الصوره. لا شدي الصوره، شدي هذوك التصويرات الصغار عطيهم ليها. اذا المشاهدين هذه هي اسماء، اسماء نازيه، اسماء نازيه من بين التلاميذ اللي كيقولوا مميزين، كتجي هي الاولى في المدرسه. اسماء نازيه كتقول لان الصديقات ديالها ما كيشكوش فيهم، الصديقات ديالها مربيين. في من كتشكو؟ في من كتشكو؟ حنا بغينا نعرفوا في من كتشكو. اه كيفاش كنتشكى بنتي انا؟ اش غنقول لك؟ ما عرفتش نشك. انا تلفت ما تليت، عرفت من اللي سولتها تقول لك راني ما اسماء ماني ما شفتهاش اليوم. شويه يعاود يقول لك لا راه حنايا شناها غاديه المدرسه. كل مره شنو كيقولوا؟ كل مره واش غادي كيقولوا لي؟ تلفوني انا، تلفوني يا بنتي، ما تليتش عرفتينا طريقه زي القبطه. واليوم انا الله يرحم ليكم الوالدين، بغيتكم ديروا المسؤوليه وتلقاو لي يا بنتي. راني كنتشوى على بنتي، رانا غاديه نموت يا بنتي. الله يرحم ليكم الوالدين. عمرها ما ركبت في الطاكسي ولا ركبت في الطوبيس بوحدها ولا مشات لشي بلاصه لغيركم؟ عمرها ما خرجت بوحدها، عمرها بنتي ما تنقلت لشي بلاصه وحدها. كتمشي معايا كتجي معايا، عمر اسماء ما خرجت وحدها. بنت دارهم حتى الزرقاء ما تخرجش ليها تلعب فيها، عمر بنتي ما خرجت. حتى قلت لك تخسرت عليها نص نهار، خرجت ما رجعت لي. رانا كنموت على بنتي، الله يرحم ليكم الوالدين. الا ما عاونوني وجدوا لقاو لي يا بنتي في قريب. الله يرحم ليكم الوالدين، الله يرحم ليكم والديكم. انا كنطلب من الله ومن سيدنا يعاوني تاهي على بنيتي، رانا شواوني وكواوني في بنتي. الله يرحم ليكم الوالدين. شكون اللي شواك في بنتك؟ شرحي لينا، حنا بغينا نعرفوا اي حاجه قلتيها خصنا نعرفوها. في من كتشكي يا لالا؟ في من؟ واش عندكم شي اعداء؟ ما عندي اختي، ما عرفت اعداء، ما عارفه تاع اعداء. عندك شي عداوه مع شي حد؟ ما عمرش واحد تهمح عليكم نهائيا؟ لا لا ما عندي عداوه حتى مع واحد، حتى وحده وحتى واحد ما عندي معاه عداوه. صافي على داروا شي عداء، كان شي من شي تأدب صحاباتها الله اعلم. ما عندي تاع عدو انا، ما كندير تاع عديان، ما ندير والو. الله يرحم ليكم الوالدين. صحاباتها كانوا كيجيو معاها للدار؟ لا وحده كانت تجي عندها للدار. كيجيو عندها قلت لك للدار، يديو الكتوبه وكيكتبوا بجوج، كلهم كيجيو هنا يكتبوا بجوج. عاد داك الشيء اللي خرجوه كله تخرجوا. ايوا هذا كيحفظوا بجوج، ربما حتى الغيره. حتى الغيره كيغيروا منها. الدريات اللي كيكونوا مع السواح، هذا الدريات اللي مع السواح وكيجيو عندها وكيكونوا كونيكتا معاها، يعني من رابع المستحيلات. انهم انا من خلال الشوم البارح، الدريات اللي جميع الدريات اللي كيقراو معاها بعدا واللي مصاحبه معاهم، دريات مدنيين وبنات ديورهم وتواليديهم، ناس الله عمرها دار استقبلونا بواحد الحفاوه. يعني لو كان شي واحد ما غاديش يخرج شي طلع من عندك من الشارجم، لان هذه راه ماشي لعب، هذه راه حتى حاله اختفاء طفله. راه جميع الاحتمالات وارده فيها، راه يكون عصابات، يكون انتقام، يكون جميع الاحتمالات. المهم حنا انا كناشد المغاربه كاملين، انا كنعترف بحاجه واحده وهي المغرب والمغاربه. الله يرحم ليكم الوالدين المغاربه من طنجه حتى للقويره. اللي شاف التصويره ديال هاد الدريه
ولا شفاهيه انا عاطيك الصلاحيه شده وفيما كنتي حنا نجيو عندك. والرقم ديجا خويا سجلناه عندكم في التعاليق 06 07 92 35 58. نعاودوا الرقم مشاهدينا 06 07 92 35 58. اذا مشاهدينا هذا هو هذه هي الصوره عفوا ديال اسماء نزيه. اسماء نزيه تلميذه مازال طفله في عمرها 14 سنه، يعني خرجت من مشات للمدرسه، يعني اختفت في ظروف غامضه مع الجوج لاله تسه. مشيتي للمدرسه شنو قالوا لك المدرسه؟ سولتي عليها دخلات ولا ما دخلاتش؟ ما دخلاتش بنتي، ما دخلاتش. مشيت للمدرسه وقالوا لي ما دخلتش المدرسه، شافوها غاديه بالطار ليا وسكرتها وما دخلتش. قالت ما وصلتش المدرسه. لا لا سولتك قبيله قلتي لي شافوها شي ناس ركبت في الطاكسي. كلام بنادم قال لك لا راه مشات شافوها ركبت في طاكسي، غير كاين هي ما غتمشيش، ما غتمشيش على كلام بنادم كيطيح كيطيح لي جميل. عيطي لي على اختها ما خاطش تضلي لالا. ما تمشي، ما تقدش تمشي يا بنتي راسها الكاس، ما تقد كاع تمشي. إذا ما مشاش معايا أنا ما تقدش تمشي، ما تقدش تحولتو من هنا لهنا. هو العلم والله. انت قلتي لي ملي كانت كتقرا في التحضيري انت كديها وتجيبيها. من التحضيري يا بنتي انا كنديها ونجي. علاش البارح ما ديتهاش للدراسه؟ ما كنتش هنا، مشيت حتى للسونس ديال العشيه، مشيت عند بنتي السبيطه، مشيت عند بنتي السبيطه بنت عندها. ملي عيطت لي ما بنتي في مع جوج قلت لي مع السته ونمشي نجيبو اسماء، حتى السته ملي تسناوها ما جات عيطوا لي قالوا لي مع اسماء ما جاتش من المدرسه. صافي وركبت وجيت، ركبت مع ديك التسعود ديال اللي جيت انا راجل بنتي. كيف فين كانت عندي انا؟ كتعدم لي. حيت كانت مريضة. كانت بنتي مريضة. جات عندي انايا ناضت مع الصباح كما العادة، يعني كترد الروتين اليومي. عيطت لبنتها في التليفون، الو زعما واش مشيتي للمدرسة ولا ما مشيتيش؟ إذا بينا كنتفاجئوك لقاو التليفون طافي. من هذيك الساعة وما مخدمة التليفون إلى السبعة ديال العشية، حتى جيت أنا من الخدمة. ملي جيت أنا من الخدمة تا قالوا لينا ودي راه الدريه راه كاينه، كاين جا خوها للدار قال لك ودي الدريه راه مشينا سولنا راه ما دخلتش للمدرسه، راه هزت الطابليه ديالها وهزت الكتومه ديالها وكان راه ما دخلتش للمدرسه. يعني انا غير هاد النقطه اللي بغات دخلتني الشك، يعني الدريه ما يمكنش تكون ما باغاش تمشي للمدرسه وتخرج الخدمه ما كايناش في الدار، يعني ولا بغات تخرج بلا كتوبه بحوايج اخرين، ما يمكنش تهزي معاك الكتوبه وتهزي معاك الشكاره وانت ما عندكش المراقب. نسولكم واحد السؤال، هاد الثلاث ايام الاخيره كيفاش جاتكم الحاله ديالها؟ التعامل ديالها معاكم كتحفظ الدروس ديالها ولا ما كتحفظش؟ كتحفظ مزيان. الحاله النفسيه ديال اختي طبيعيه. كتحفظ عادي؟ كتحفظ عادي. اختي حتى للثلاثه الصباح. هي الاخ ديالها. واخا نشوفوا الاخ ديالها خويا، عطيها الميكرو. الدريه كتقرا كتحفظ سنة الحفاظه كتعاون معاها في الشقه، زعما ما نقولش ماشي فيها التعب والو. هي المشكل ديالها باغا تحفظ وباغا تقرا. هي ما كرهتش القرايه هي العقل ديالها. واخا كان عندها التليفون. عندها التليفون، عندها التليفون اختي. التليفون كنلقى ما كانوش عندها شي اصدقاء. عندها صحابات جوجات اللي كتهضر. صحابات بنات. صحابات بنات، ولا الجروب اللي كيتحرك كيلوح ليها وكتلوح ليه كيحفظها، هادشي اللي عندها. ولا الاساتذه ديالو ديال المدرسه هما اللي بحال ما كيسافروا لها الدروس ديالها. هاد المناسبه ديال الحضر الساعه. انت اختها انت غتكوني قريبه ليها بزاف، ربما ما غتعاود لك شي اسرار اللي ما غاديش تقدر تعاودو من الام ديالها، كاينه ولا ما كايناش؟ فين انت تقدري تشكي؟ انا ما نقدرش نشكي في واحد زعما نقول عندها علاقه مع شي دري ولا شي حاجه، هي كتقول لك انا شي دري انا غنصح معاه ما باغاش تصاحب، باغي نكمل قرايتي باغا نوصل، كتقول لي انت ما وصلتيش انا باغا نوصل، خوتي اللي ما قراوش انا باغا نقرا وباغا نوصل. إذا المشاهدين سيدي نشوف نعاودو نوريو المشاهدين الصورة ديال أسماء، شوفوا ديك الصورة الصغيرة اللي واضحة. إذا أسماء مازال طفلة في عمرها مشاهدينا 14 سنة، أسماء نازي هذا هو الاسم ديالها، مشات المدرسة الأمس البارح مع الجوج. إذا هاي الصورة واضحة، شدي أختي الصورة. ما واضحاش مزيان. اوكي اذا المشاهدين هذه الصوره ديال اسماء نعاود نذكر الاسم ديالها، اسماء نزيف عمرها 14 سنه، البارح خرجت من دارهم جات المدرسه
ما رجعتش، يعني مشات الطابليه، مشات بنك السكاره، مشات المكتوبه، هذا الرقم اللي عاطين في. واخا سيدي خذ الميكرون الاب ديالك، كنشوفك متالم سيدي، كنشوفك بكيتي، الكبده صعيبه سيدي. عزيزه علي من طبيعه الحال البنت تكون عزيزه علي من طبيعه الحال. كيجي للدار ما كتخلي ما دير ليش عمر ليها شيء. بعدا دابا بالنسبه لي هو مي الزهرة مرتو اسماء بنتو مرتو، هذا دابا هذا هو المشكل، هذا هو المشكل اللي خلانا حنا يعني دابا حاليا الراس ديالك كيكون بلوكي، ما كتعرف فين غتمشي، فين غتجي، اش غدير، فين غت التوجهات كتكون المخ ديالك مشتت. هي الصغيره في الدار، هي الصغيره في الدار، انا راه غنسيبو وبقى فيا الحال، يعني انا بعيد من الاسره. دابا حتى بالكم غيبقى مشطون، فين مشات بنتنا ما عندهاش كي تمشي، ما مولفاش كتخرج بوحدها، ما مولفاش كتركب في الطاكسي بوحدها. هذاك الشيء كنقولوا من الانسان اللي تكون عنده، ولا الانسان اللي تكون عنده غير يجيبه، راه ما تأذي حتى حاجه، غير يجيبه وخا يحطها غير في الضربه وعيط لينا في الرقم ديالنا ويمشي، راه ما تأذي حتى حاجه. يا دريه مراه يا راجل يا اي حاجه، غير يجيبه يحطها في الضربه كما كانت، غير يجيبه يحطها لينا في الضربه. عندها فيسبوك؟ عندها فيسبوك اختي. ما حاولتيش تدخلوا تشوفوا؟ كندخلوا وكنلقى خرجت البارح مع السبعه. البارح خرجت مع السبعه؟ مع السبعه، هضر مع واحد التلميذ كيقرا معاه في المدرسه، وقال لك هضر معاه، ملي هضر معاه حداها واحد السيده اخرى عندها تربيه كتغوت، قال لها اسماء علاش خرجتي، علاش درتي هكا، وشتي بخير؟ قالت لي بخير، ويدي طلع لها التليفون صافي حتى الكونيكسيون، مابقاش كيهضر معاها، صافي بلوكو بعضياتهم. هادشي قلتو للبوليس؟ ما دخلناش عند اختي دابا، نرجع للدار. الدار الملكي درتو ليكم؟ لا ما كناش ليهم اختي دابا، هما ما عطاوناش وقت، مشينا عندهم البارح دخلونا الاول مره هضروا معانا، وملي رجعنا عندهم ما عطاوناش وقت، قال لنا علاش غنخرجوا معاكم حنايا ونخليو لا بريكاد عامره سناح، غنسبقوا التلميذه على السناح ديالنا، ما يمكنش نخرجوا ونخليو السناح في لا بريكاد. صراحه ما وقفوش معانا، ما عطاوناش وقت، وما حسابوناش انسان حنايا واش غادي وقفوا معنا، خرجوا قلبوا ولا صيفطوا معنا اي حاجه، والو ما داروا معنا حتى حاجه. هما اصلا كيحدقوا غير في البزازه اللي عندهم الفلوس اللي عندهم. غادي تلقاوها، غادي تلقاوها لالا، غادي تلقاوها، غادي تلقاوها اختي، غادي تلقاوها ان شاء الله، غادي يديروا البحث ديالهم، هذاك هو الدور ديالهم ان شاء الله. تفضل سيدي. من المنبر انا كنوجه النداء الخاص ديالي لاسماء، اسماء كتعرفيني مزيان، الا كنتي خايفه من داركم، ولا كنتي خايفه من رضوان، ولا من خالد، ولا من شي واحد كيما يكون النوع ديالو، انا ما كنوجهش اتهام شي واحد بالاخص. المهم الا درتي شي حاجه وخفتي على راسك انك تعيدي فيها، عندك نمرتي عيطي ليا، وفين ما كنتي انا غنجي عندك، واخا تكوني في الاخر ديال المغرب نجي عندك، وما كاينش شي حاجه اللي غتاذيك، والا كانوا هما غياذيوك انا بيدي غنسلمك للمخزن باش حتى واحد ما يحط عليك يده. ومن اليوم فصاعدا اي حاجه بغيتيها غديريها بثقه نفسك، اي حاجه بغيتي ديريها انت اللي غتكوني مسؤوله عليها، ماشي هما. انا كنقولها وكنقولها قدام امام الملا، هاد السيده اللي هي كنقلبوا عليها اسماء نزيه، انا كنقولها لك قدام ملا جهه لالا، انا اللي كنضمن لك الحريه ديالك وكنضمن لك الصراحه ديالك، ولكن بشروط. واش كانت هي باغا شي حاجه وما رفضوها ليها مثلا؟ انا بالنسبه ليا عندي العقل ديالي، انا ما مخليها محتاجه حتى لحاجه، اي حاجه شفتها في الفيسبوك كتقول لي اختي شفت عجبتني هادي، كنتخلص. خذي الميكرو اختي. كنتخلص اختي كنحضرها ليها، اي حاجه عجبتها كتشوفها في الفيس، ما كتشوفش، كتقول لي اختي عجبتني هادي، هادي كنحضرها ليها في البلاصه، كنقول لها هاكي لبسي اي حاجه، ما مخليها محتاجه حتى الحاجه، دخلي معايا الماريو ديالها اختي شوفي الحوايج اللي عندها، اي حاجه حضرتها، ولكن غير الصبادري اللي عندها شحال من وحده، اي حاجه اللي بغاتها. في نظرك شنو هي الاسباب اللي خلاتها انها تمشي؟ ما عرفتش اختي، واش شي واحد حاضيه اللي ما مشاتش مع الام ديالها خطاطفه ولا الله؟ يعني نتوما كتقولوا ماشي خاطرها. يعني اسماء ما تقدرش دير هكذا، ما تقدرش ديرها والو، ديك حاجه الطوالات الليل ما كطلعش ليها الا ما نوضتش واحد معاها، يعني كتخاف. كتخاف الشانطي اللي كنتي غادي معاها وما شديتيش فيها تقدر تضرب شي طوموبيل، ما خوافه، ماشي نقول لك شي وحده اللي مطوره ولا شي حاجه. اذا عاودي اختي هزي الصوره ديال الاخت ديالك بالنسبه للناس اللي لاصقوا بينا، نعاودو نوريكم الصوره ديال اسماء نزيه. اسماء نزيه مازال طفله تلميذه، كتقرا في الكاتريام اختي، يعني كتقرا مزيان مشاهده كما كيقولوا. اذا هذه الصوره، نعاودو نوريو الصوره اوضح.
واضحاش مزيان كيدي هاد. خدي التصاور الصغار. اكيد يا ربي تحفظها وتنجيها ان شاء الله. هادو التعاليق ديال الناس اللي كيكتبوا لينا الان وان شاء الله غادي تلقاوها. اسماء نزيه هذه الصوره ديالها. ربما الغيره كيف ما قلتو نتوما وربما الصحابات ربما يعني بزاف الشكوك كتجيكم في الاذهان ديالكم. العامل الاساسي والعامل الاول بالنسبه لي انا اللي كنشك فيه هو الغيره، لان الدريه من الرابع المستحيلات توصل لها شي وحده في النيفو ديالها في الدراري اللي كنعيشوا فيه في هذا الارم ديالها. شحال كتجيب تقريبا في النتيجه؟ انا ما كيتهمنيش النقطه ديالها شحال كتجيب. لا غير مثلا باش حتى الناس يعرفوا. القليله ديالها كتجيب انا النقطه ديالها ما كتهمنيش، انا كنشوف عند الطباعات ديولها هي. كنشوف الاخلاق ديالها هي. اسماء ما يمكنش دير هادشي تلقاء نفسها. اسماء عندها شي سبب رئيسي اللي خلاها تنسى العائله ديالها وربما خلاها حتى ما تقدرش تجي للدار. هي ربما العلم لله تكون في شي بلاصه باركه ولا مع شي دريه ولا مع شي مرا، ماشي بشرط مع دري، ولكن حنا خاصنا نعرفوا السبب اللي خلاها تمشي لعند هذيك المرا هو الاول. يعني انا كنقول بان العامل الغيره كاين، عامل الغيره كاين من جانب التلاميذ، يعني تلميذة تقدر تجيب لها شي حاجة ديرها لها في الماء، كما حنا دابا حاليا كنعرفوا المجتمع ديالنا الحمد لله تبارك الله راه ولاو فيه خيرات من ناحية البلية، إلا بغيتي البلية فيها خيرات، قلعة ديال الماء صغيرة غتجيبها لها تشربها دار ما غتبقاش عاقلة عليها، وخا هو راه في كامل الوعي ديالو واقف كيمشي كيتمشى، ولكن راه المخ ديالو ما كاينش، لأنه مخدر. الدرية راه غير الا كميتي حداها غير كارو وبخيتي عليها كدوخ. اذا نتمنوكم ان شاء الله تلقاوها في القريب العاجل. حنا معاكم ان شاء الله. هنا الاشاره اختي نعاود نوريو للمشاهدين. تفضلي لالا. لا كنتي يا بنتي كتسمعيني الى ما رجعي يا بنتي لا تشوكا ما تدككم. الريال ديالي يا بنتي راني غنيت من عينيا انا بزاف يا بنتي لا ما تعليا. اذا اسماء الى كنتي كتشوفي العائله ديالك، الا كنتي كتشوفي العائله ديالك يعني خوتك خواتاتك الاب ديالك الام ديالك راه ما كتجيهاش ما جاش من عاد الليله، جي رجعي عند ميمتك، جي هي قابلك كيف ما كنتي انتيا. فكنتمناو من المشاهدين اللي شافوا الصوره ديال اسماء، اسماء نزيف عمرها انا بزاف كافك بنتي لا معاها هكذا اللي كاين نمشي نجيبك بنتي ما تخافي حتى من واحد. اذا اسماء الا كنتي كتشوفي العائله ديالك الاب والام ديالك كنتمنى انك تتصلي بهم، كنتمنى انك ترجعي لهم. الله يجازيكم بخير. مشاهدينا اللي شافها يحاول يتواصل مع هذا الرقم 0607 92 35 58. نعاود الرقم 0607 92 35 58. اذا اسماء نازي هذا هو الاسم ديالها. في العمر ديالها 14 سنه، خرجت البارح مع الجوج على اساس باش تمشي للمدرسه. الام ديالها مشات تحت المدرسه وسولات ما لقاتهاش دخلات. الله يجازيكم بخير مره اخرى. الرقم ديال هذه الاسره سجلته في التعاليق 0607 92 35 58. اذا كنتمنوا انكم يعني تبارطاجيو هذا الفيديو، واللي شاف اسماء نازي حاول يتواصل مع الاسره ديالها. ونلقاكم ان شاء الله في بث اخر. الى اللقاء. شكرا.